ينضم إلينا من موسكو مراسل الغد يوسف بجاري. يوسف، ما هي مخاوف موسكو من فرض أوكرانيا حالة الطوارئ في البلاد؟ نعم، عبرت موسكو عن قلقها البالغ بعد إعلان أوكرانيا وباراشينكو حالة التأهب العسكري والتعبئة في أوكرانيا. هذا أثار الكثير من المخاوف لدى روسيا. هذا يترجم عند الجانب الروسي بأنه إعلان غير مباشر للحرب والدعوة إلى التصعيد العسكري بين أوكرانيا وروسيا في منطقة شبه جزيرة القرم. مخاوف روسية من أن تنعكس حالة التأهب العسكري على مساعي التسوية السياسية في إقليم دونباس، خاصة وأن القوات الأوكرانية سبق وأن قصفت بالمدافع الثقيلة مدينتي لوغانسك ودونباس في المدة الأخيرة. إذن المخاوف الروسية هي من حالة التأهب العسكري ومزيد من التوتر والتصعيد من الجانب الأوكراني، خاصة وأن الكريملين في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركا حمل حكومة كييف مسؤولية هذا التوتر والتصعيد، وطالب الجانب الألماني بالضغط أكثر على باراشينكو من أجل العدول على هذه التصعيدات والابتعاد أكثر عن التوتر بين أوكرانيا وروسيا في منطقة شبه جزيرة القرم. طيب يوسف، المراقبون في موسكو أو حتى الحكومة الروسية، كيف تقرأ أو كيف ترى الأسباب الكامنة وراء رغبة أوكرانيا بالتصعيد على حد قول أو تصريحات الحكومة الروسية؟ نعم، موسكو ترى في أزمة بحر أزوف والتصعيدات الأخيرة من البحرية الأوكرانية بأنها محاولة من الرئيس باراشينكو تصدير الأزمة الداخلية في ظل تراجع شعبيته قبل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أبريل 2019، وبأنه يحاول استغلال هذه الأزمة وتفعيل أزمة عسكرة منطقة شبه جزيرة القرم، محاولة إلهاء ربما الشعب الأوكراني بهدف تأجيل الانتخابات أو إلغائها تماما حسب ما يؤكد الجانب الروسي وحسب ما أكده سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عندما أكد بأن البحرية الأوكرانية باتت ورقة لعب سياسية في يد الرئيس الأوكراني من أجل التعمير في السلطة واستغلال هذه الأزمة واستغلال الدعم الغربي لأوكرانيا من أجل الضغط أكثر على موسكو والقيام بعقوبات اقتصادية. ربما الجانب الروسي ينتظر هذه العقوبات، وأكد في الكثير من المرات بأن موسكو لا تخاف من العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب والناتو وواشنطن. نعم، على روسيا في كل مرة. ربما من تابع جلسة مجلس الأمن الأخيرة أمس ومندوبة الجانب الأمريكي عندما أكدت بأن أي تصعيد من روسيا ستقابله خطوات جدية من الغرب وواشنطن، ربما هي إشارة مباشرة بأن الغرب يستعد لحزمة جديدة من العقوبات. نعم، الاقتصادية على روسيا في ظل الأزمة مع أوكرانيا في منطقة شبه جزيرة القرم. شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل الغد يوسف بجار، شكرا لك.